طيب خلاص خلاص، ما تقلقش يا كتير. كبير ايه؟ اسمه الكبير. ما تقلقش يا كبير، كل حاجه وليها حل. احنا هنمشي مع بعض كده على الخطوات وان شاء الله هنوصل لحل. تمام. انت دلوقتي بتقول ان هو انت خدت الجينات التركيبه وبتاع تسمين العجول عشان تديها للواد اللي يا شريف بالراحه على السربنتينا، العربيه سخنه، انا مش قايل لك حط لها البوسه دولفي في الشكمان وغطيها لحد الصبح، بكره الصبح تدورها هتلاقي الصدر بيشخلل، تغلي ورق جوافه وتحط في الريداتير، دور لو كحكحت لقمها البندكر على غيار الزيت. الله الله، استغفر الله، يهدي ما يلا يا شريف قاتلك. هو دي مين بالظبط؟ دي مهندس ولا دكتور؟ ايه التخصص؟ بساتين بوليه ولا انف وكبل وحنجره؟ ايه بالظبط؟ ولا اي حاجه من كل اللي انت قلته ده. الراجل ده لا درس لا طب ولا هندسه. أوه. الراجل ده خريج معهد سنه وقسم رسوم متحركه، بس ناوي علم، علم ورمايه. المهم يا بروفيسور، انا سمعت كلامك في كل التركيبه اللي حضرتك قلت لي عليها، فللاسف طرشيت مني بقى ولد كبير بعقل طفل. يا عيني. طيب ده له سبب من اتنين مش هيخرج براهم. ايوه، يا اما انه في سبب لؤي، وبعدين انت دماغك فيها بتتصيع، مش شايف العربيه بتنقط زيت من ورا تعبانه، تلاقيها كانت مطبين من الشارع. طبعا تلقاهم كلهم تلوث، انت خابر الجنك فود برضك. اصل البروفيسور معود عربياته لو هياكلوا مطبات ياكلوها في البيت، مطبات بيتي نظيفه. انا يعني بقول لك اديها حبيتين انتنال في القربه. يا ابن اللعيبه، انا خلاص فهمتكم. انت هتفتي؟ انت بتفهم في الميكانيكا؟ في عربيه لؤي حط لها انتنال في طرمبه البنزين مش في القربه. بسيو موتك. ايه الراجل الخرفان ده؟ ما تحرجوش. ما يتحرج ولا يتحرج. ايه ده؟ انت بتزعلي؟ اي ربيع، نعم. هو الراجل ده البلاطه اللي قدامه على المكتب جنب اسمه مكتوب ايه؟ دال ولا ميم ولا كاف ولا سين؟ بلاطه، مش مكتوب ولا حاجه. اوه، دي حاجه مريبه. عشان الناس اللي بتدور عليه، ما هو مطلوب. الناس اللي بقميص بكتاف. خلاص قلت لك ما تحرجوش بقى. احنا اسفين جدا يا دكتور. في يا ربيع بتوتو ودودو في ايه؟ كان بيغلط في حضرتك. بيغلط فيا انا؟ ايوه. ليه؟ الظاهر مش مستوعب. معلش، اصله مش فاهم. يا استاذ، في علاقه وطيده ما بين العربيات والبني ادم. كيف يعني؟ يعني مثلا هي ليها فوانيس وانت ليك عينين. الله. صح. هي بتدي كلاكس وانت بتدي بلانس. الله. هي ليها شنطه وانت انا ايه؟ بتشيل شنطه. طب غير الموضوع ده، قبل ما يخش في الفتيس والشكمان، يلا نخلص الموضوع ده. لا، ده انا ممكن اقول لك حاجات كتير جدا مليانه. انا بس كنت عايز اسالك سؤال يا استاذ لارج. ايه؟ الكبير. الكبير، ايوه يا كبير. هو انت اخر مره غيرت فلتر للشنب كان امتى؟ ربيع. ايوه. قول ان انا الار بي ام عندي بقى في الاحمر ودقيقه وهطربق الورشه اللي فيها. تطربق مين؟ والله العظيم افط عليك، انا عجوز بس عصب وعندي السكر وهشاشه عظام، يعني لو حصل لي حاجه ابنك هيفضل عجل وانا هروح في ابو رواش. هو ايه ده؟ هو ده بيهددني ولا بيستعطفني؟ ما تخلص يا عم الخرفان. انت بتزعق تاني؟ انت ما حرمتش؟ ابوس ايدك. كفايه هبل بقى وعبط من اللي انت بتقوله ده، عشان المسدس اللي معاه ده ابو حقيقي. انا مش عايز اموته، انا هعمل لك انت خاطر. خاطر بلا وسوس، اخلص. اهدى يا كبير، تشرب عناب. خلاص انا عرفت الغلطه فين. ايوه فين؟ محتاج بس اسال سؤال، ممكن؟ اتفضل. هو بينتش؟ هو ايه اللي بينتش؟ الواد وهو بيمشي بينتش؟ لما يكون ماشي بسرعه ويهدي مره واحده ايوه بينتش. وما بيصحاش غير بالزق. بس خلاص. ايه؟ انا عرفت المشكله فين. ايه؟ انت عدلت القلويه في التركيبه ازاي؟ بالطماطم. حمار، خرب بيت ابو اللي جابك وانت بتعمل دمعه. كان المفروض تحط في التركيبه دي شيري توميتو يكبر تحط له طماطم تعرضه كابوتشي. ايه يا ربيع، نسيت المنهج؟ ما نسيتش والله يا بروف،
انا عارف كل اللي حضرتك بتقوله ده، وعارف كمان انه عشان يطول ياخد بصل اخضر او قطايه. بس هو الحقيقه يومها وانا بجيب الشريتوميتو لقيته غاليه جدا. تستغل الشريتوميتو وتضيع ولدي؟ ليك روقه دلوقتي، لو انا جبت الشريتوميتو دي هتنفع التركيبه؟ عيب، انت بتكلم الدكتور الشامي؟ طب انا اوريك يا ولاد، تعالوا تعال يا شريف، تعال يا مدحت حبيبي، يا تعال، احنا فسحة نص ساعة ونرجع نكمل الشغل تاني، يلا فسحة 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 فسحة. خرشوا الشابي، خرشوا الشابي، عايز عشك نجيب شوكولاتة وعصير. حاضر يا حبيبي. 10 جنيه ايه؟ ده عايز ب 12,000 جنيه شوكولاتة وعصير، مين ده؟ ده شريف ابن اختي، 5 سنين. سجن؟ لا سن، الواد عرفني. كل ما يجيلي زيارة البيت يقعد يشد في شعري لحد زي ما انتوا شايفين اهو، فقلت اكبره هو واخواته بييجوا يشتغلوا معايا في الورشه.